السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة كان تكلمنا عن المجموعات والعمليات عن المجموعات. المحاضرة دي هي امتداد للمحاضرة السابقة لها علاقة بالمجموعات ومدخل للدوال والعمليات على الدوال. آخر حاجة في عمليات عن المجموعات كان تكلمنا عن الاتحاد، التقاطر، الفريق والمكمل على العملية التكميلية. في برضه عملية الطرف الديكاتي، عملية الطرف الديكاتي تحصل بين مجموعتين. إذا كان عندنا مجموعة A و B عايزين نعمل عملية بتاع الطرف ديكاتي A كروس B مثلا، المجموعة الناتج بتاعنا هيبقى عبارة عن مجموعة متكونة من أزواج مركبة، حيث ال X دي جاية من ال A وال Y جاية من ال B. طيب عشان نوضح ناخد على الشغلانة دي مثال. إذا كان عندنا نحن عايزين نجيب من A اللي هي A عبارة عن مجموعة فيها ثلاث عناصر A B و C، و B عبارة عن مجموعة فيها عنصرين واحد واثنين. عايزين نجيب X A ضرب B وعايزين نجيب B ضرب A. المعنى الهندسي لعملية الضرب الديكاتي مثلا في المرحلة الأولى عايزين نضرب A في ال B، ال X هيكونوا جايين من ال A. تمام، فهنا على محور ال X هيكون عندنا مجموعة A واللي هي عناصر عبارة عن ال A وال B وال C. ال Y هيكونوا جايين من المجموعة B، معناته هنا على محور ال Y هيكون عندنا عناصر المجموعة B اللي هي الواحد والاثنين. كويس، الناتج بتاعنا هيكون عبارة عن أزواج مرتبة بحيث إنه القيمة الأولى جاية من A، فيبقى هنا عندنا A واحد A اثنين و B واحد B اثنين و C واحد C اثنين. طيب لو عايزين نجي نعمل العملية العكسية اللي هي نجيب ال B ضرب A، هيكون ال X جايين من عناصر ال B، يبقى ال B المجموعة دي هتكون على المحور بتاع السينات وعناصر عبارة عن الواحد والاثنين. المجموعة A هتكون تجي منها عناصر ال Y هتكون على المحور ال I في ال A وال B وال C. يبقى لأنها أزواج مرتبة ترتيب مهم، هيكون عندنا واحد A واحد B واحد سي، اثنين A اثنين B اثنين سي. من الشغلات دي هنلاحظ انه عملية الضرب الديكاتي لان المجموعات عملية غير إبدالية، بتقدر ترتب ما بتقدر تبدل لانه الترتيب مهم، لانه هي مجموعة مكونة من ازواج مرتبة والترتيب مهم جدا في الازواج المرتبة. طيب من عملية الضرب الديكاتي نحن بنحصل على حاجة اسمها العلاقات او الريليشن أو ما يسمى لهدا حسميه نحن به الدوالة. الدالة بتجي من إنه نحن بنجي علاقة ما بين مجموعة A ومجموعة B. غالبا العلاقة دي بيتم تمثيلها بالضرب الديكاتي. طيب بحيث إنه المجموعة الأولى A دي ده بيكون عبارة عن نطاق العلاقة أو الدومين بتاع العلاقة. تمام؟ والمجموعة B دي بتكون المدى بتاع العلاقة أو الرينج بتاع العلاقة. يبقى عندنا الـ A اللي هي دايما في البداية تنتمي للمجموعة A اللي هي الدومين بتاع الزوج المرتب، والرينج اللي هو بيكون B اللي هي بعد وين المركز الثاني من الزوج المرتب. يبقى عندنا عشان يكون عندنا علاقة يكون عندنا نطاق أو دومين بتاع العلاقة، وعندنا رينج أو مدى بتاع العلاقة أو مجال والمجال المقابل. طيب اللي هو دي تعريف الدوال. إذا كان عندنا مجموعتين X و Y، العلاقة ما بين مجموعة ال X وال Y بحيث إنه ال X هي دي تمثل الدومين بتاع الدالة بتاعتنا اللي هي F، وال Y دي بتمثل الناتج أو الرينج بتاع الدالة بتاعتنا F. طيب تتكتب F على أساس إنها هي دالة من X إلى Y، أو ممكن نكتبها نحنا Y تساوي F of X بدل ما نقوم نفصل إنه الزوج المرتب X و Y ينتموا له ال F. ممكن نكتبها غالبا نحنا نستعمل العلاقة Y تساوي F of X. طيب كيف ممكن نحنا نكتب الدوال؟ ففي أنواع كثيرة من أنواع الدوال. بتظهر أكثر حاجة دي في طريقة بتاعة كتابة الدالة. فالدالة ممكن تتكتب من مقطع واحد زي مثلا عندنا هنا
الدالة دي f of x بتساوي x تربيع. بسيطة جدا، بحيث انه الدومين بتاعنا اللي هو المحور بتاع x بتاعنا بيشيل كل الأعداد الحقيقية، سواء كانت سالبة سواء كانت صفر سواء كانت موجبة. الرينج بتاعنا بتاع الدالة بتاعتنا هو من الصفر وماشي معاك موجب لا نهائي اللي هو في محور الواي. فلو لاحظت ما عندنا منحنى قاعد هنا في السالب بتاع واي، المجال بتاعنا كله قاعد في الواي بس. طيب دي دالة، كانت دي طريقة التعريف. في طريقة تانية احنا ممكن نكتب بيها أو نعرف بيها الدوال، اللي هي اسمها splitted function، أو الدالة تكون معرفة هي عندها علاقة في كل مجال براوي. يعني مثلا بالنسبة هنا لما الـ x تكون أصغر من أو بتساوي صفر، يعني شنو؟ إذا كانت الـ x دي صفر أو سالب، ده العلاقة بينه وبين الـ y بتكون عبارة عن علاقة تربيعية واحد ناقص x تربيع. لكن إذا كانت الـ x دي موجبة، العلاقة بينه وبين الـ y بتكون x اللي هي علاقة خطية. فلما تيجي هنا ترسم هتلاحظ إنه فعلا في قطع، يعني مقطوعة بالجد من الموجب وانت ماشي، اللي هي صفر هنا ما معانا، كويس؟ هي عبارة عن علاقة خطية فيها الواي بتساوي الاكس، او الاف اوف اكس بتساوي الاكس، او دي عبارة عن ما الواي برضو الواي بتساوي الاكس، عبارة عن خط مستقيم ما يقلب واحد. لكن لما الاكس بتساوي الصفر او السالب بيتحول العلاقة لواحد ناقص اكس تربيع اللي هي علاقة بالشكل ده. طيب دي عموما كده الدوال، طريقة كتابة. نيجي للعمليات بتاعة الدوال، كويس؟ الدوال ممكن نجري عليها العمليات الخطية، بمعنى انه احنا ممكن نضربها في سالب وسالب يطلع بر الدالة. ممكن نجمع او نطرح الدوال من بعض، ممكن نضربهم ممكن نقسمهم، ما دام انه المقام بتاعنا ما بساوي الصفر. طيب لو انا عايزة اجري الاربع عمليات دي على اللي هي دي عمليات الخطية العادية، أجريها مثلا على الدالة بتاعتي، إذا كانت f of x هي عبارة عن جذر تربيع لأربعة ناقص x تربيع، و ال g of x اللي هي كانت عبارة عن ثلاثة x زائد واحد. عايز أجيب أربع عمليات اللي هي الجمع طرح ضرب والقسمة. بتيجي بس تعوض، مثلا هنا كانت f زائد g، هي أخدت ال f وأضيف ليها ال g. طيب هي كانت ال f ناقص ال g، هاخد ال f اللي هي جذر تربيع لأربعة ناقص x تربيع وأطرح منها ال g. فلو لاحظت في سالب برا، السالب ده هيخش على الحد الأول موجب ثلاثة x، هيبقى سالب ثلاثة x، هيخش على الحد التاني اللي هو موجب واحد، هيبقى سالب واحد. طيب هأضرب الدالتين، هاخد الدالة f of x أول وأجي أضربها بعد في g. طيب العملية الأخيرة اللي هي أقسم ال f على ال g، تبقى ال f قاعدة فوق في البسط وال g قاعدة في المقام، لكن احنا عندنا شرط إنه المقام ده ما يساوي لنا الصفر. طيب متين بيساوي المقام ده الصفر؟ إذا كانت ال x دي ساوت سالب تلت، هيكون تلاتة في سالب تلت بموجب واحد ناقص واحد اللي هي هتجي، عفوا اللي هنا دي زائد زائد واحد اللي هي هتجي بالصفر. فنحن ما دام ال x ما تساوي لنا سالب تلت، نحن ما عندنا مشكلة، ممكن نقسم الدالتين دي عليه بعض. طيب العملية البديلة اللي هي عملية ما خطية، ما جمع ما طرد ما طرد باسمها، اللي هي دي العمليات الحسابية العادية كنا بنحسبها على الأرقام، اللي هي العملية بتاعت إنك تركب، تعمل دالة تركيبية. يعني يكون عندك f و g وتعمل دالة بتاع الدالة، ده معنى الدالة التركيبية أو الكمبوز. فأقول أنا G circle F هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الدالة G للدالة F، و G circle F دي بتمشي من ال X لل Z. إذا كان المجال بتاع تعريف ال F من ال X لل Y، ال G هتمشي تشتغل من ال Y توديك لل Z. الدالة التركيبية هتشيلك من وين؟ من ال X وتوديك لل Z طوال. طيب ده معنى ال compose. طيب لو أخذنا عليه مثال بسيط، إذا كانت ال F of x عبارة عن x زائد واحد، وال g of x عبارة عن x تربيع، عايزين نجيب مرة g سيركل f ومرة f سيركل g، يعني نعمل شنو؟ f of g of x. هقوم شنو؟ أعوض أول حاجة ما بداخل القرص، ال g of x عبارة عن منو؟ عبارة عن x تربيع، هنا جوا ال f of x، تمام؟ بعد ذلك
الاف لما كانت اكس كانت بتعمل شنو؟ بتجيب اكس زائد واحد. طيب لما تبقى اكس تربيع، بدل اي اكس انا هعوض اكس تربيع، هنا عندي اكس زائد واحد هعوض بدل الاكس دي اكس تربيع. طيب لو عايزين نعمل العملية العكسية اللي هي نجيب شنو؟ جي سيركل اف، هيكون عايزين نعوض جي اوف اف اوف اكس. الكلام ده هنجيب شنو؟ اول شيء بدل اف اوف اكس جو هنعوض قيمتها اللي هي اكس زائد واحد، هتبقى عندنا جي اوف اكس زائد واحد. طيب همشي للدالة دي، وبدل اي اكس انا هقوم اعوض اكس زائد واحد. هنا عندنا بدل الاكس اكس تربيع، انا هقوم اعوض بدل الاكس باكس زائد واحد، هيبقى عندنا اكس زائد واحد الكل تربيع، ممكن تفكها على اساس ان هي مربع كامل. طيب ده كل ما يختص بالدوال، عمليات على الدوال في تمارين مرفقة، اشتغلوها كلها يا شباب، بالتوفيق.